اسمحوا لي وسأتعسف عليكم كما عدتوني دائما متعسفون عليكم. سأسميها إن شاء الله مجموعة سيدي عبد الواحد ومسكتي، لأنه صراحة فوج سيدي عبد الواحد ومسكتي، لأنه بطبيعة الحال ويسمح لي كثير أنا تعسفت عليه، ولكن راه كل إخوان وأخوات تيهنيو كثير وتيتمنيو الدلال حسد على التدبير الرائع، تدبير حكيم، تدبير منفتح، تدبير مواكب. فأتمنى لك مسيرة موفقة، وبطبيعة الحال يعني كنا نتمنى أن نواصل المشوار سويا، ولكن هنيئا لنا بك وهنيئا لنا بهذه أيقونة جميلة التي كرست منذ 2011 كرست مجموعة من القيم الإنسانية النبيلة، وأعاد الثقة والتوهج الأندوية، وأعاد الثقة إدارة قوية، وأعاد الثقة حتى الفرق الاجتماعية عادت لهم الثقة. فهنيئا لنا بهذا الأستاذ الشامخ، يعني هذه الأيقونة هذه وهذا الفوج، هذا سنسميه إن شاء الله فوج سيدي عبد الواحد المزقلتي. التصفيق الحاضر إذا كان لابد من كلمة، فسأتعسف عليكم كذلك، وسأقول كلمة باسم الإخوان كاملين 27 إطار مديرات ومديرين، كلمة قصيرة يعني في إطار تثمين الاستثمار البشري وإيمان من الوزارة بأهمية التكوين في تجويد قدرات تدبيرية هيئة الإدارة التربوية والرقي بها. نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش الأسفي تكوينا نظريا لفائدة مديرات ومديري الثانوي الإعدادي والتأهيل والنظار ومديري الدراسات برصد الموسم الدراسي 2015-2016. تضمن هذا التكوين النظري 14 مجزوعة، 14 مجزوعة تواتر على تقديمها 12 مؤطر ومؤطرة. تفننوا وأبدعوا في تمريرها، ويتمين عاليا كل المجهودات التي بذلتها الأكاديمية في تهيئ الظروف والأجواء وانتقاء أجود المؤطرين والمؤطرات. لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات لتعزيز هذا العمل الجبار.